بسببي كان هيتورط في قضية أمن دولة. كاتب فينا تقرير رفع رئيسه على إن إحنا كلنا شيوعيين. أول مرة هو يتعرف على اختراع اسمه الكابتشينو. مرة يجي ياكل الكلمة بسرعة فيقولها شابشينو. وأول ما دخل المعهد معرفش ليه تعاطفت معاه جدا. كسر قواعد كتير قوي بالنسبة للنجم السينمائي. ما كانش بيقدر يدفع أجرة سكنه. احتاج لسلفة 5 جنيه من الفنانين المتحدين دي، مرضوش يدولي. قال لي زلتني، ما احبش حد يزلني. صلاح جاهين كان بيطلب احمد زكي يمكن تقريبا كل يوم الصبح يصحي من النوم يطمن عليه ويغني له الصبح. حسيت انه ممكن ينسى اصحابه، ابتعدت عنه. بمجرد ان احمد زكي لمحني عن بعد لقيته نط فوق الترابيزات واحتضني بشده. أحمد زكي لما اتولد كان يتيم الأب، والأم بسبب ظروفها الاقتصادية اضطرت تتجوز وتعيش بعيد عنه. أحمد زكي اتربى ببيت جده وبيت خاله، والحقيقة إن أحمد زكي ما غفرش لوالدته جوازها التاني معظم سنوات عمره، وإن ظل يساعدها ماليا خصوصا بعد ما أصبح نجم كبير. قبل وفاته بأيام حسينا إنه ضروري إن والدته تيجي مستشفى دار الفؤاد وتشوفه. وصلت الساعة 3 بالليل قبل الفجر بساعات قليلة، ودخلت عليه الأوضة وهو نايم. إحنا الحقيقة ما كناش عارفين رد فعله هيكون إيه، لكنها بهدوء شديد جات جنب السرير بتاعه وراحت تصلي. لما فتح عينه أحمد زكي لقاها قدامه، بكى واحتضنها وراحت ترفع ايديها للسماء بان ربنا يغفر له ذنوبه. علماء النفس بيأكدوا ان الرجل عندما تضطرب علاقته بامه تضطرب علاقته بالمرأة. احمد زكي هقول لك حاجة، بيحب الست الشقرة. يعني اي ست شقرة كانت بتشد احمد زكي، ما بتشده مع بص المرأة في حياة احمد زكي على فكرة موضوع غريب جدا، يحبها ويحبها جدا ويحترمها جدا، وفي نفس الوقت عنده عقده نفسيه من وهو صغير ان امه اتجوزت عليه وسابته لخاله فاتحرم من امه. فدايما الحته دي هو طبعا سامح امه بالعكس وبقى معها هايل، وانا فاكره في ايامه الاخيره عمل لها كل ما يجب انه يتعمل، لكن ما سامحش المراه جواه. فكان دايما عنده حتة التعامل مع المرأة غريب جدا. ممكن يكون أعظم واحد في الدنيا يحتويكي وفي ثانية واحدة يرميكي من 7 دور زي ما بيقولوا. كان دايما يفتكر يعني أنا حللتها، هو عمره ما يعني قالها، بس عمره ما قال إن دي عقدة عندي. بس أنا بتعاملاته ومعرفتي الشخصية بيه ودخولي في علاقاته اللي هو كان بيعملها وحكاياته وبتاع، كان حسيت إن في حتة تجاه المرأة. دي أمرك يا سيدي. كنت بعمل معاه امرأة واحدة تكفي، وفوجئت إن هو يعني عاوز ياخد خط تاني أو بيحاول زي أي راجل في الدنيا. بس لما صديته قال لي بصي انتي النهاردة بقيتي صاحبتي اكتر من الاول، اوعي تفتكري. انا ما صدتوش لحاجة، انا ما كانش ده هدفي، يعني اللي مش ان انا مقللها، بس انا عمري ما حسيت اني ممكن اعمل علاقة في السينما باي شكل من الاشكال. يمكن صداقة احمد بيا كان فيها جزء كده وجزء تاني مش كده، بس يعني جزء لم يتحقق ولم يعرضه مرة تانية، عرضه في 5 دقايق بس. كان دايما يقول لي انت الوحيده اللي قلتي لي لا، ما كل الستات بتحبني، اشمعنى انت ما بتحبنيش؟ قلت له انا بحبك اكتر من الستات، لان انا متاكده انه الصداقه باقيه عن العلاقه اللي ممكن تكون في يوم من الايام تنتهي. انت شفت طبعا فيلم قصه حب الشهير جدا. انا افترض ان في فيلم، يعني فيلم قصه حب بالطريقه المصريه، بطولته نجلاء فتحي واحمد زكي، في الاسماء كده صح؟ ايوه. يعني ما اقدرش اقول احمد زكي ونجلاء فتحي. لا، نجلفته عظيم. ينجح ازاي فيلم زي ده بهذه الحفنة الجميلة من الأحاسيس؟ ان احنا نقول دلوقتي الحب
فيلم. احنا بنقول مين؟ يعني احنا صناع الفيلم. صناع الفيلم نعم. بنقول الحب سنة 80. نعم. ايه هو الحب سنة 80؟ ظروف البني ادمين، طموحاتهم، ألمهم، عذاباتهم، قلقهم، دول ممكن يعني الولد والبنت دول ممكن ازاي بيحبوا ويحافظوا على هذا؟ في احباطات كثيره جدا. نعم. في صدمات كثيره جدا. فالحب ان هو دلوقتي بقى مختلف، هو الحب حب. طب هل بما ان المشاعر الجميله مش هي تمام. انما ايه نعم. اللي يعني ايه المعوقات اللي ممكن توقف هذا الحب؟ يعني أيوة. انا شايفه دلوقتي ان باستمرار الحب مفيش قصه حب في 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 تاريخ في تاريخ في, في التاريخ كله. نعم. تلاقي مثلا عنتر وعبلة او قيس وليلى او روميو وجولييت، حوادث الحب اللي احنا بنسمعها في تاريخنا كله، ما تلاقيش المحبوب بيعذب حبيبته ولا الحبيبه بتعذب حبيبها. ممكن تبقى مقنع للناس فيلم قصه حب لاحمد زكي ونجلاء. انا هكمل لك بس. فبص مرار الحب بيجهض من الاخرين. قلت له بالظبط بص كده للطفل ده اللي هو ابنه هيثم، تربص وكلمه وقول له انا طلقت امك للاسباب التاليه. قال لي لا ما اتكلم ما اقولش. قلت له في اسرار؟ قال لي لا. طبعا ليس من الادب ولا من فن الحوار ان انا اضغط عليه عشان خاطر افوز بدمعه يعيط ولا بتاع. هذا اسلوب ساذج وعبيط في الحوارات اللي بشوفها حتى في الحياة. لكن أردت إضافة معلومة للناس، ربما الحياة بين فنان وفنانة ليست على ما يرام، ربما. لكنه طلق زوجته أرق البشر ورب هيثم لوحده بعد كده. علاقته بهالة فؤاد كانت علاقة جميلة جدا، مميزة جدا. يمكن هالة فؤاد هي دي حبه الحقيقي لأحمد، وكان بيحبها جدا جدا، وهي كمان حقيقة. لكن يعني أحمد كان غيور جدا، وهالة حبيبتي كان لها برضو طموحات فنية، كانوا بيختلفوا في حاجات يعني شبه كده يعني، فاختلفوا يعني. واحمد ما عرفش يعني، هو بعد كده بقى زعلان ان هو ساب هالة. اكتر من مره يقول لي ايه بعد حكايه هالة فؤاد الله يرحمها، قال لي عفافش في لها عروسه كويسه. قلت له عايزه محجبه ولا مش محجبة؟ قال لي اي حاجه بس يكون بنت ناس وكويسه وتحبني وتحافظ عليا. قلت له خلاص والله، بس احمد اوعى تحرجني ولا تحطيني في موقف سيء. قال لي لا ما تخافيش. قلت له احمد؟ قال لي والله العظيم وحياه هيثم ما تخافي. المهم كانت قدامي بنت كويسه جدا، خريجه جامعه امريكيه وبنت راقيه جدا، وقلت لها تعالي انا عايزاكي بكره الساعه 6. جاتني البنت فعلا الساعه 6 7 8 9 10 12 بالليل، ما جاش احمد زكي. قالت لي طنط ما اقدرش اقعد اكتر من كده، مامي وبابي هي. قلت لها لا خلاص يا حبيبتي معلش، حقك عليا هطلبك تاني. طبعا لا طلبتها تاني ولا تالت. وكان عايز يتجوز واحده في يوم، قلت له يا احمد مش ممكن تتفقوا، مش ممكن. قال لي ازاي وبتاع. وبعدين ده هو جالي بقى البيت وقال ايه ويناديني انزلي عايزك، وقعد يعني في الدور التحتاني، قعد تحت الدور التحتاني وانا كنت نايمه شويه الظهر. فقال انزلي عايزك ضروري. كان بيفكر انه يتجوز نجمه معينه. انا كان رايي ان هم ممكن يبقى في علاقه عاطفيه، في مشاعر حلوه، لكن حياه ما اعتقدش انهم يقدروا يتفقوا. العلاقة مش علاقة ان انا بشوفه كتير او ما بشوفوش كتير، كانت العلاقة انه
إنسانية أكتر منها، حتى علاقة مخرج بتاعه، وعلاقة نظيفة جدا فيها كل الاعترافات والأحاسيس الداخلية اللي ما بقولهاش لحد. غرامياته كان يقولها لي بلا ذكر أسماء، عمره ما قال لي اسم. أحمد زكي صارت حواليه شائعات كثيرة ربطت بينه وبين نجمات سينمائيات شهيرات، البعض أكدها والبعض نفاها. يعني أنا في امرأة واحدة لا تكفي لا أنسى النجلاء فتحي نال اللي صالحتني عليه بصراحة. طبعا كان في بينهم صداقة وود، فقالت لي معلش استحملي ما أنت عارفة ومش عارفة إيه، وراحت كلمته وعملت الود ده تاني، يعني على أساس إنه فيلمك وما ينفعش والكلام ده. في استاكوزا هو أدرك إنه غلط وعمل تصرف غريب جدا، انه خدني في الاوضه قدام كل الناس ودخل بيا جوه في الاوضه وخد الشبشب، كان لابس شبشب وضرب روحه بيه، وقال لي انا ما مش ممكن ازعلك، وانا لو ما كنتش مؤمن بيكي كمخرجه، لان كان خلاف في حاجه في الاخراج، يعني لو ما كنتش مؤمن بيكي كمخرجه كنت اشتغلت معاكي وانت مش عارفه ايه، وجا واخدني من ايدي وطالع بره. انا ساعتها انا اللي عيطت من موقفه اللي عمله، يعني لقيت روحي بعيط على الصداقة والفيلم وانت واخد بالك انه اللي بيننا توصل لأزمة كده. وكمان انا كان عليا ضغط في الفيلم، انا كان اول انتاج ليا وكانت فلوسي وكان اخراجي، فمش عارفة اتصرف معاه ازاي. بيني بين الاستاذ احمد زكي تفاهم في العمل بشكل واضح جدا، وانا الحقيقه احس ليه بطيبه شديده، واحب صراحته ووضوحه، واحب انه اتناقش معاه في حاجات كثيره جدا، لانه اول انسان نقي جدا. هو تقييمه لنجلاء وتقييمه لسعاد حسني كان تقييمه جيد وحر، وتقييمه للحب يعني ايه هو الحب وامتى يجي الخلاف وامتى الحاجات دي، فكان بيتكلم لان احمد قرى كتير. السؤال الذي يدور في عقلي منذ اخترت قدري الجديد، هل أخطأت أم أصبت في الاختيار؟ حسين أفندي بن حجي، وهذا اللي يمكن يكون من أعداء. أعداء أعداء إيه؟ أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الصدفة. املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام. يومين ثلاثة وتتلكك لإبراهيم عشان يطلقك، وإلا خليت فينك بالحياة. يا سعد، أنا عمري ما طلبت منك طلب يا سالم، حق العيش والملح اللي بنسيب نهر. لما رجالة أبو الوهفة فتحوا بطني عملتوا إيه؟ أنا مش لازمني محامي، أنا أعرف أدافع عن نفسي كويس. يهمنيش أموت دلوقتي، يهمنيش أموت بعد 100 سنة، أنا يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي. لكن كيف كانت علاقة أحمد زكي برؤساء مصر؟ يقول لي وطني أنا بلبش الشخصية لجهاز العصبي، يعني كان بيتعايش مع الشخصية بجميع خلاجاتها وتفاصيلها، وكانت الشخصية مش سهلة تطلع منه بسرعة. يعني أنا أفتكر مرة كنا في أبو ظبي، وبعدين جينا في السوق الحر هناك، دخل هو يشتري كاميرا، أنا ماليش في الكاميرات، فبلف أنا في المحلات التانية، لقيت واحد ومراته واقفين يعني قريبين مني، فمراته بتقول له ده الاستاذ احمد زكي تعالى نسلم عليه. فهو لا لا سيبيه بس يمكن منشغل او عايز يشتغل، قلت لا لازم نسلم عليه. فدخلت تسلم عليه فراح عامل لها ايده كده اهلا، وبدا يتكلم مع البياع يعني بيسلم عليها بشيء من التهكم كده، فانا اتضايقت. فجوزها لما هي رجعت بالله قال لها مش انا قلت لك ليه كده تهزقينا، ورحت واخد بعضه ومشي. فانا بعد الاستاذ احمد استنيته لما خلص المحل، فبقول له استاذ احمد ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي ايه في ايه؟ قلت له حصل كذا 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 كذا، الست جت سلمت عليك وجوزها كذا، بحكي له الواقع. راح خابط ايده على الباب قال لي يا دي عبد الناصر الشخصيه لسه راكباه، هو متخيل ان هو لسه رئيس جمهوريه.
فقال الست دي تعرفها؟ قلت له اه. دورنا عليها في السوق الحره لقيناها قاعده في الكافتيريا هي وجوزها. فقلت له هي دي يا استاذ احمد. فدخل قال لها صباح الخير يا هانم. صباح الخير يا استاذ، انا اسف جدا جدا. وهو بيعتذر ان هو يعني سلم عليها بهذا التهكم. فلقيت الست بتبص لجوزها وبتضحك بصت انتصار، يعني شفت انا كان عندي حق. وكان كريم يعني كان كله دفء في السلام ورحب بيهم ومشينا. يعني هو كان الشخصيه بتفضل معاه ما تعرفش هتطلع منه امتى، سواء السادات سواء عبد الناصر. ايها الاخوه المواطنون، لقد التقيت بكم منذ اكثر من عام مضى، وكانت جنود الاحتلال ترتع في أرض هذه المنطقة. قلت لكم إننا نحس بإحساسكم ونشعر بشعوركم. واليوم أيها الإخوة المواطنون أشعر بالعزة، أشعر بالفرحة. اليوم أيها المواطنون أشعر معكم أن الشرف قد استرد، لا شرف بغير حرية. اليوم أيها المواطنون قد استكملت مصر حريتها، نستطيع الآن أن نعتز بشرفنا، نعتز بشرف الوطن. عنده المقدرة على التقمص، فكان فعلا بيحب يعمل الشخصيات اللي لها عند الناس وجود. يعني مثلا احمد زكي مش شبه جمال عبد الناصر، لكن ادى انطباع انه شبه جمال عبد الناصر. انا عايز احكي لك انه مره كنا طالعين مع بعض في المستشفى بنزور اظن استاذ القله، كان في المستشفى وطلعت ففجاه لقيته فجاه وكان بيعمل السادات. فبصيت لقيته وانا نازله من الاسانسير، انا شفت فوق عنده، لقيت واحد تقمص شخصيه غريبه جدا وسابني ومشي وفرد روحه فرده كده، وانا اللي بوصله، يعني انا اللي هوصله بعربيتي، يعني ما عندوش قدامه. وترسم عليا كده ومش عارف ايه. وبعدين طلعت بره المستشفى لقيته واقف بيدور عليا، قلت له انت ايه اللي حصل لك؟ قال لي هقول لك حاجه مش هتصدق، وانا في الاسانسور معاكي تخيلت ان انا السادات فخدت شخصيه السادات ومشي وسابني. وهو ماشي حاسس الناس بيقول لي، حاسس الناس بتسقف لي ومش عارفه في حرس وفي. قال لي لثواني خرجت وعشت دور السادات. قلت له طب تعالى يا فالح اما اوصلك. السيده الفاضله مدام جهان السادات جت في يوم تزوره. المهم دخلت انا وسميره عبد المنعم ابن خاله رحمه الله عليه والاسره بتاعت مدام جهان. فاول ما شافنا قال ايه اللي جابكم هنا؟ طريقه السادات بقى، ايه اللي جابكم هنا؟ مش اطلعوا بره، اهلي من البلد جيهم. بطريقه السادات بالظبط. فراح ترد هي عليه كمان الهانم، قالت له سلامتك يا قمر. كان مشهد عبقري، يعني تحس ان اتنين عتاويل في التمثيل قضوا مشهد كده ما خدش دقيقه ونص، بس كان في شيء من الابهار. يعني انا نفسي اتخذت وانا واقف. وعلى فكره كان هيعمل شخصيه حسني مبارك، وكنت بقول له انه حسني مبارك ما عندوش ملامح، يعني انور السادات كان له كاركتر بتاعه، عبد الناصر عنده عينيه والفن. كنت بقول له انه حسني مبارك راجل يعني ما عندوش حاجه خاصه قوي تقدر تعملها زي كل الرجاله يعني. قال لي مين قال لك ده؟ قلت له ايه؟ بصيت لقيته داخل من الباب هنا عمل لي شخصيه حسني مبارك كان قصادك حسني مبارك، لان هو كان عاوز يعمل الضربه الجويه كانه شخصيه. قلت له انت يعني بتجيب الحاجات دي ازاي بتشوفها؟ قال لي انا بكل الشخصيات دي بتدخل جوايا، يعني بعرف اعملها. يعني لقيت انه واحد بيمثل شخصيه حسني مبارك قدامي وانا مش شايفه ان في ملامح خاصه قوي بشخصيه حسني مبارك كشكل، يعني شبه رجاله كتير يعني عارف ما عندوش خصوصيه في شكله ولا في ادائه، هو راجل زي كل الناس يعني. انما جاب الحاجات البسيطه اللي احنا ما نقدرش نشوفها. مره كنا عارضين فيلم ايام السادات في دار الدفاع الجوي، كان حضره سياده الرئيس السابق حسني مبارك ربنا يشفيه. فانا كنت معاه جوه بس قاعد بقى مع يعني قاعد بعيد كده وشايفه تحت قاعد جنب الرئيس. ف
فبقى هو بيحكي لي لما خرج ده بقى، لان انا مش سامع الصوت اللي تحت، فبيقول له سيادة الرئيس عايزين نعمل الضربة الجوية. قال له اسمها الضربة القوية يا احمد مش الجوية. فراحوا ضاحكين، فقال له طب يا احمد نفكر في الموضوع ده بعدين. فعلا عمل افيش اللي هو لابس طيار استاذ احمد وفي سرب طيران، وخلاني وديته للمكتب بتاع الرئيس، كان عند استاد القاهرة. وديت هناك الافيش ناخد رايهم، فالرئيس مش اعترض، هو يعني كان ايامها غزو الكويت، فقال لك ما ينفعش ان احنا في الظروف الراهنه دوله عربيه بتغزو دوله عربيه وانا اطلع اعمل فيلم عن الضرب الجويه، استنوا شويه لما الامور تستكن. في حاجات بقى زي مثلا فيلم جمال عبد الناصر، فيلم جمال عبد الناصر ده من اوله لاخره انا كنت حاضر فيه، وابتدت الحكايه بانه بعت لي قال لي عايزك دلوقتي ضروري فورا. فرحت له قال لي بص انا هعمل جمال عبد الناصر، انا عارف انك بتعمل جمال عبد الناصر وعارف ان محفوظ عبد الرحمن بيعمل السيناريو وخلصه تقريبا ويوي. قال ما انا هعمل جمال عبد الناصر زي ما هو، فشوف لي طريقه اعمل بيها مناخيره ان شاء الله حتى تقطع حته من جسمي وتعمل لي مناخير جمال عبد الناصر عشان ابقى جمال عبد الناصر كما هو. فابتدينا بقى في القصه دي، وكان خدت بحر طويل قوي قوي من الوقت والاعداد والتجهيز، وكلمنا دكاتره كتير، فدكاتره تجميل بره مصر وجوه مصر، منهم واحد من البرتغال متخصص في مناخير البحر المتوسط، وجهز صوره يعني بعت لنا قال لي هات لي صوره لجمال عبد الناصر وصوره لاحمد زكي. فعملنا 20-30 صورة لأحمد والكمال، فخدهم الراجل وقعد يذاكرهم، وبعدين بعت لنا وقال لي اه ممكن نعمل البس. يعني في الغالب هتبقى irreversible، يعني مش هترجع، او لو شلناها بعد كده مش هترجع للطبيعة. فده ممكن يبقى انت بتقول انه ده ستار كبير ويعني هيبقى شكله متغير وما نعرفش، ان ما اطمنهالكش يعني. فساعتها احمد تردد في الحكايه، لقينا دكاتره من عندنا هنا قالوا نحط حاجه تتلبس، يعني مناخير تتلبس، وقعدنا عملنا عليها بروفات وعملنا عليها وجهزناها وحضرناها وجبنا ماكيره من لبنان جت علشان تاخد الفورمة اللي عملها الجراح. وبعدين عملنا بعد ما عملنا مناخير، ممدوح الليسي كان رئيس قطاع الانتاج في التلفزيون وهو اللي منتج الفيلم، وقال هنعمل لجنة علشان تقرر هنعمل ايه في الفيلم. فجم اتنين كده ربنا يسامحهم بقى، بصوا على الفيلم اللي احنا عاملينه وبصوا على احمد زكي، لا ما فيش داعي للمناخير وما فيش داعي، احمد زكي بيدي الايحاء من غير مناخير والاحساس اهم من الشكل وي 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 وي، مع ان الصوره كانت بالمناخير هو جمال عبد الناصر تيبيكال، والفيلم عندي. المهم ممدوح الليسي عشان ما يبقاش هو صاحب القرار جاب الستات دول اللي انا مش عارف هم كانوا بيشتغلوا ايه في التلفزيون، وقالوا الكلمتين دول واتلغت الفكرة. راح للمكير الشهير عشوب وقال له أنا عايز أعمل فول ميك اب لشخصية أسامة بن لادن. الصورة لو عرضتيها للسادة المشاهدين ممكن ما يعرفوش يفرقوا بين مين بين جودة، مش بس روعة المكياج أو الميك اب، لا، لنفس تقمص النظرة الهادئة الشهيرة لأسامة بن لادن. وأنا سألته أنت هتعمل الدور ده؟ قال لي أصلا ما فيش ورق مكتوب. طب عندك النية؟ قال لي مش عارف، بس هو أنا باللفظ كده بحب أجرب وشي. قلت له يعني إيه تجرب وشك؟ قال أنا عايز أقول لكم بس إن وشي ينفع كل حاجة. السؤال الذي يدور في عقلي منذ اخترت قدري الجديد،
هل أخطأت أم أصبت في الاختيار؟ حسين أفندي من حجي، وهذا اللي يمكن يكون من أعداء. أعداء أعداء إيه؟ أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الصدفة. املأوا الأرض والفضاء بتراتيل سلام. يومين ثلاثة وتتلكك لإبراهيم عشان يطلقك، وإلا أخليه يدفنك بالحياة. يحيى سعد! يحيى سعد! يحيى سعد! أنا عمري ما طلبت منك طلب يا سالم. وحق لقاش المال حل بين نسيب نهره. لما رجالت أبو الوهفة فتحوا بطني عملتوا إيه؟ أنا مش لازم محامي، أنا أعرف أدافع عن نفسي كويس. ما يهمنيش أموت دلوقتي، ما يهمنيش أموت بعد 100 سنة. أنا يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي. في طفولته أصيب أحمد زكي برمض مزمن في عينيه أثر عليه فيما بعد، وفي لندن أجرى جراحة لإزالة المرارة بعد أن تلوثت، وكادت الجراحة أن تقضي على حياته، بل أثناء الجراحة دخل في غيبوبة، وفي الغيبوبة شاف صلاح جاهين وهو يحلق في السماء. ولما فاق من الغيبوبة ما كانش محتاج حد يقول له أن صلاح جاهين مات. هو سمع أن صلاح جاهين توفاه الله وانهار باكين، والجرح اللي هو بتاع العملية فتح، حاجة ما بتحصلش غير مثلا 1 في 1000. ففضل في المستشفى بدل ما يقعد أسبوع قعد 20 يوم، لحد ما التوتر اللي عنده والأزمة اللي كانت في الجرح دي لحد ما قام بالسلامة ورجع. لكن المرض اللي أجهز على أحمد زكي كان سرطان الرئة والحجاب الحاجز. أول مرة تقابلت معاه كمريض وكان مازال في كامل صحته، لكن كان المرض اللي عنده هو ورم خبيث في أو سرطان الشعب الهوائية أو سرطان الرئة. والحقيقة هذا النوع من السرطان من المؤكد أن السبب الأساسي والرئيسي له هو التدخين، ومن المعروف أن كل ما الإنسان دخن عدد سجائر أكتر وعدد سنين أكتر كل ما كان القابلية أن يجيله هذا النوع من الأورام بيكون أعلى. والحقيقة تشخصت الحالة، وكان نظام العلاج لها هو علاج كيميائي، ومع الأسف الشديد يعني الحالة كانت حالة متقدمة، مرحلة متقدمة من هذا الورم، ومع الأسف هو هذا الورم أيضا من أخطر وأشد أنواع السرطانات خصوصا في الرجال، أكثر في الرجال. قصة اكتشاف مرض دي جت بالصدفة، كان جاي يزورني في المستشفى، كان أخويا عيان يعني، فكان جاي يزور وجالي على باب المستشفى كده، أنا كنت واقف مستنيه، لقيته نازل من التاكسي بيعرج. مالك يا أحمد في إيه؟ قال لي فخدي بيوجعني كده. بعد ما نخلص الزيارة بعمل أشعة، فأنا رحت عشان أشوف الأشعة على السكرين، لقيته بيكلم التكنيشن بتاع الأشعة قال له عمل لي أشعة على صدري. فعملنا الأشعة لقيت فيه انسكاب باللوري كده في آخر في مية في الرئة يعني. فابتدينا بقى نعمل الفحوصات ونعمل أشعة مقطعية، وابتدينا نعمل لغاية بقى ما اكتشفنا المرض بقى. قعد يزيد يزيد يزيد، خلال 3-4 أيام المية دي كترت قوي، لما لقيته تعبان قوي دخلته المستشفى، وفي المستشفى لقينا نص الرئة مليانة مية. بدأت أشوف على وشه ملامح الاستسلام بالنسبة للمرض، وأتذكر يوم كنت داخل عليه وكان لابس الروب، كان في الشتاء، وقاعد حاطط إيده على خده وحاطط رجل على رجل، فبقول له أستاذ أحمد عامل إيه؟ قال لي خلاص يا وطني أنا مروح. الكلمة دي أثرت فيا قوي، حتى أنا بكيت. فرح حضني وبيسني، قال لي بتبكي ليه؟ ما أنت كمان هتموت وهتنزل معايا تحت وهنسهر بالليل وهنصحى ونقعد مع بعض. الحقيقة الفنان أحمد زكي تقبل الأمر بروح رياضية عالية جدا، وكان محب للحياة، وكان بيتعامل مع المرض كأنه انفلونزا يعني، ما لم يعني ينقطع عمله وأداؤه ومقاومته لهذا المرض حتى آخر لحظة.
إنما الحقيقة الفنان أحمد زكي تعرض لكثير من المشاكل أو المضاعفات لهذا المرض. يكاد يكون طبعا المضاعفات دي كلها احنا عارفينها في مجال تخصصنا. فجاله مية الرئة، انسكاب بلوري، جاله بعض الأعراض الأخرى، جاله جلطة في الرئة، جاله جلطة في الساقين أو القدمين. كل دي مضاعفات بتحدث نتيجة لهذا المرض، وهو عانى منها فعلا، وكان حصل مضاعفات شديدة جدا لهذا المرض. كانت هناك طيارة عسكرية من طراز سي 130 جاهزة في مطار ألماظة للإقلاع في أي وقت بأحمد زكي إذا ما قرر السفر للعلاج في الخارج. الحقيقة حسني مبارك هو اللي طلب أن تكون هذه الطائرة جاهزة في أي وقت بتليفون صغير ممكن أحمد زكي يسافر للخارج. كان دور المحدد إن أنا أتصل بجمال عبد العزيز مدير مكتب الرئيس وأحدد لأحمد زكي ميعاد سفره. وكانت تعليمات الرئاسة لوزير الصحة وأيضا وزير الصحة الدكتور عوض تاج الدين وأيضا مدير مستشفى دار الفؤاد الدكتور حاتم الجبلي أن يقدموا لينا أنا والدكتور أسامة الباز تقرير يومي عن حالة أحمد زكي، بحيث أن أنا وأسامة الباز نتشاور في القرار المناسب اللي يمكن أن نتخذه لعلاج أحمد زكي. هو يمكن ما خدش رأيي في حليم، لأن حليم كان بيعمله في وقت حرج جدا، عمله في وقت عارف ان هو وقت ما فيهوش استطلاع رأي، ان ما عندوش وقت، يعني الوقت مش هيسعفه ان حد يقوله اه او لا. كان بدأ يسجل المسلسل بتاع حليم او الفيلم، وبعدين تقابلت، كان اظن بيل جيتس بيزور مصر، وتقابلت مع الاستاذ عماد اديب والاستاذ كبير عادل حموده، وسئلت سؤال مباشر يعني هل هيقدر يكمل الفيلم، هيقدر يكمله ولا لا. فسالت فالاستاذ عادل قلت له سالته هو يعني باقي قد ايه تقريبا. فالحقيقه قلت له هذه المراحل أو هذه المرحلة من المرض، هذا المرض، هذا النوع من السرطان اللي فيه ثنائيات في كذا حتة في الجسم وفيه مضاعفات اللي هي موجودة عنده، يعني توقع الحياة، الحياة طبعا الأعمار بيد الله تماما، هي لا تزيد عن سنة. والحقيقة فعلا هو توفى بعد سنة بالضبط في هذا الوقت. بنتعلق بأشياء لإنقاذ أحمد زكي من السرطان، وجي المخرج السينمائي هان يان، وهو من أصل صيني، تخرج في معهد السينما لكنه تفرغ لإدارة مطاعمه الصينية في القاهرة. هان يان جي وقال إن في فريق من الأطباء الصينيين مستعدين لعلاج أحمد زكي بالإبر الصينية، ووافق الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة ومنح الأطباء الصينيين ترخيصا لمزاولة المهنة في مصر من غير ما يدفعوا ولا مليم. الفريق الصيني ده كان فريق جاي ايضا لعلاج الاورام، وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله احنا عندنا تشخيصا وعلاجا مجموعات من الاساتذه والخبراء في تشخيص سواء في التخصصات المختلفه في تشخيص وعلاج الاورام ذات مستوى رفيع حقيقي وعالمي، وهي بروتوكولات علاج معروفه. لكن طبعا اما يكون حد فنان معروف او وعنده مرض في مراحل متاخره أو يمكن بيحاولوا يجدوا يمكن حد عنده فكرة أحسن أو خبرة أكتر أو يمكن يضيف إضافة أخرى إلى العلاج. لكن في هذا الوقت أنا كنت متأكد بحسب الخبرة والمشاورة مع زملائنا في الأورام إن هذا المرض في هذه الستيج، هذه المرحلة والمضاعفات التي حصلت، لم يكن هناك علاجا أكثر من العلاج اللي بياخده المريض. الفريق ما كشف عليه ووجد إن العلاج اللي بياخده هو نفس العلاج اللي ممكن يدهوله، فمشي على نفس رجيم العلاج اللي ماشي عليه. أحمد زكي كان شجاع جدا في الاعتراف بمرضه، وهو بنفسه طلب إن احنا نصور علاجه بالإبر الصينية
وخرج على التلفزيون المصري ليشرح حالته الصحية بصراحة مذهلة، لكن في الوقت نفسه لم يحتمل العلاج الكيماوي، خصوصا بعد إصابته بجلطات في الدم. ما كانش يحب يقعد في المستشفى، يعني هي كانت حالته تستوجب في مراحل معينة نظر المضاعفات ان هو يجي يقعد في المستشفى فترة طويلة، فكان بيقعد في المستشفى ايام قليلة ثم يخرج، وما عندما تحدث مضاعفات يعود الى المستشفى مرة اخرى، لكن ما كانش يحب يقعد في المستشفى فترة طويلة لانه كان متحرك. يعني حكاية انك يقعد في السرير ملتزم بالقعدة في السرير داخل حجرة مغلقة، ما كانش يحب الكلام ده، لكن يحب يتنقل ويخرج ويروح. كانت أقرب الناس إليه في مرضه الفنانة رغدة. كل يوم رغدة كانت بتجيب الأكل المناسب لأحمد زكي اللي يواجه بيه الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، أكل يرفع نسبة الهيموجلوبين ويزود المقاومة. وكتير ما خرجت أنا ورغدة وأحمد زكي خارج المستشفى عشان ناكل بره، خصوصا في مينا هاوس. وأحب أقول لكم إن أحمد زكي كان دايما بيفضل الأكل الهندي، وكان بيشوف انه الشطة لا يمكن يكون في اكل من غير الشطة. بصيت لقيت يوم دكتوره بيكلمني، دكتور ياسر عبد القادر، وبيقول لي مدام ايناس احمد زكي نفسه يطلع من المستشفى يتغدى ويرجع تاني، وانا عشان يعني نفسيا وكطبيب وهو صديق وكده، هو طلب ان انت ويسرى تيجوا تتغدوا معانا، فانا بقول لك يا ريت نتقابل عشان نتغدى مع بعض. كان احمد بقى بنسمع في الجرانين ومن الناس وبتاع انه يعني وصل لمرحله ما قبل الجزء النهائي يعني. فجي في المكان اللي هنعمل فيه انا حضنت وقعدت اعيط، فبقيت انا اللي بعيط وهو بيقول لي انا كويس، انا مفيش حاجه، انا ان شاء الله هطلع، انا مش عارفه ايه، وانا مش قادره اوقف عياطي من اني شفته ماشي على رجله وطالع عاوز يتغدى بره، والدكتور خده تاني ورجع بيه، يعني اتغدينا ورجع رجعوا المستشفى تاني. اكتر من مره احمد زكي ساب المستشفى ورجع الفندق اللي كان بيقيم فيه اقامه دايما، رغم انه اشترى شقه في حي المهندسين. احمد زكي زي ما اتربى في بيت جده، ساب ابنه هيثم يتربى في بيت جدته لأمه. أحمد زكي بالنسبة لي صديق عمر، اتعرفت عليه عائليا هو ومراته، وكنت أنا وأمال بنزوره أحيانا كتيرة في بيته، وكان في فترة من الفترات لما نزوره ونيجي نسلم عليه يقول لا أنا نازل معاكو، لأنه كان يشعر بعد طلاقه من مراته يشعر أنه البيت بيخنقه، وهو حريص على أنه يبيت في أوتيل. عاش أحمد زكي الجزء الأخير من عمره في الأوتيل حتى لو استقبل ناس في بيته. يشهد على ذلك من أصدقائنا اللي ما زالوا على قيد الحياة أستاذة سناء البيسي، أستاذة أثار الحكيم، كنا نزور ونقعد ونتكلم وهو يعبر ويقلد ويقول كتير، ولما نقول له بقى خلاص كفاية هنروح ينزل معانا ويطلب من حد يوصله للأوتيل اللي سريره مستنيه. لا أنا ما عرفش نصيبة بالعامة هذا، يعني جايز من الضعف العام او من تعب او من الارهاق او من يعني الاعراض التسمميه العامه لهذا، لان الاورام الخبيثه بيبقى لها اعراض عامه، هي اعراض عامه تسمميه، وايضا الادويه الكيميائيه بيبقى لها اثار جانبيه، فقد يكون يعني اصيب بضعف او عدم قدره على النظر، لكن انا ما يعني ما فيش تاكيد ان هو اصيب بالعمى. أيامه الأخيرة فقد أحمد زكي البصر، لكنه لم يفصح عن ذلك لأنه ابن خالته سمير عبد المنعم كان بينبهه باستمرار
لكل واحد يدخل اوضته. لكن مره دخلت عليه وكان لوحده، حبيت اخده على الكرسي المتحرك ونروح حديقه المستشفى يتشم زي ما كان بيعمل كل صباح. معرفنيش ولا حتى من صوتي، لكنه تعامل مع الموقف بطريقته التمثيلية السهلة وقال: عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنا دلوقتي بس عرفت إحساس طه حسين لما فقد البصر، عرفت إحساس طه حسين لما بقت مش قادر يشوف الدنيا من حواليه شكلها إيه. سر احتفظت بيه سنوات طويلة. ماجدة الرومي جاءت من بيروت خصيصا لزيارة أحمد زكي وهو في المستشفى، وفي كافتيريا المستشفى تقابلت أنا وهو وماجدة الرومي. وكانت ماجدة الرومي أياميها بتعاني من متاعب شخصية بعد طلاقها من جوزها، واحتراما لأحمد زكي لم أنشر الخبر وقتها. رغدة بعد المرض قالت له: هتعيش يا أحمد. لكن أحمد بهدوء شديد قال لها: تراهنيني إن هموت؟ وكسب أحمد الرهان للأسف، لكن رغدة كسبت قصيدة كتبتها في أحمد زكي: إني أرحل، لا لن ترحل، ورهان منه ومني رهان، أوقن أن المسافة بيننا تحفر له عمقا خندقا عتمة أخرى، يسقط مني أحمد، يسقط آخر النبلاء، أحمد راهن يا سادة، يا سادة أحمد كسب الرهان. حتى آخر نفس كان أحمد زكي ممثلا. اول ما قال لي عبد الحليم حافظ انا اتقبضت، قال لي ما، قلت له ما اعرفش يا احمد. قال لي ليه بتقول كده، ليه بتقول؟ قلت له ما اعرفش، حاسه ان دي نهايتك، ليه بتعمله؟ مش عايزك تعمله الفيلم ده. قال لي لا هعمله. قلت له خلاص انت حر اعمله. بس قسما بالله جاني احساس غريب الشكل، حسيت قلبي ده كمش كده، حسيت ان دي فعلا النهايه. قلت له طب شوف انا هسالك سؤالين، اذا اجابتهم ريحتك وقرار ليك تاخد قرار. قال لي ايه هما السؤالين؟ قلت له لحد هذه اللحظة اللي انت بتكلمني فيها انت عايز تصور الفيلم ده؟ قال لي انا هموت عليه، فيلم حليم ده هو اهم شيء بالنسبة لي، لانه في تشابه كبير جدا وبيني وبين العندليب الاسمر، احنا الاتنين مش شرقية، احنا الاتنين يوتما، احنا الاتنين
شفنا حياة تربية قريبة من حياة الملاجئ، شعورنا بالفقر وان احنا بنكافح. احنا الاثنين كنا بنحب الفن، واحنا الاثنين جالنا امراض غريبة. فانا نفسي ان انا اعمل الفيلم ده. قلت له طب السؤال الثاني، انت خايف انه يحصل وفاة اثناء التصوير، في حد بيقدر يضمن الحياة؟ هل انت تقدر تضمن اني انا اعيش اكتر منك؟ سكت. قال لي لا، محدش يقدر يضمن مين هيعيش قبل مين. قلت له طب احنا نسأل الدكاترة، اذا مفيش مشكلة نتكل على الله، واذا كان ده نفسيا كويس بالنسبة لك. قال لي بس انت كده بتاخد مخاطر. قلت له سيبها على الله. مهم بقينا ابتدينا نصور، والصراحة البطل في هذا الموضوع هو المخرج الكبير والانسان العظيم شريف عرفة، اللي هو تعامل مع أحمد زكي كقصة حب مش كبطل من أبطال أفلام. آخر لقاء بيني وبين أحمد زكي لما حذرته من فيلم العندليب، وقلت له ما تدخلش ده لأنك مريض ومش هتقدر تكمله، ولا فيش كتير بينك وبينه من ناحية الشكل، وعيب إنك أنت بعد ما عملت ناصر وعملت السادات هتعمل لعبد الحليم. عبد الحليم مش قليل، لكن انت مش اقرب لعبد الحليم، يمكن اقرب جغرافيا. ما سمعش كلامي، اصل انا ما كنتش معاه بطبطب، كنت صريح ومباشر معاه، مش معاه وحده، مع كل هذا الجيل من الفنانين. انا كنت متابع حالة احمد من بعيد، وكنت عارفة انه في مشاكل. فمرة قابلت شريف عرفة حتى في الجيم، يعني قلت له شريف اخباركوا ايه والفيلم واحمد وبتاع. قال لي يعني هو تعبان جدا ويعني انا بحاول. قلت له طب انت هتعمل ايه لو حصل؟ كان خلاص احمد دخل في مرحلة صعبة. قال لي والله مش عارف بقى، هنشوف حد وبتاع. قلت له طب عارف يا شريف، هقولك نصيحة، جهز هيثم احمد زكي لانه هيبقى اصدق واحد يكمل الفيلم. فقال لي انا بفكر في كده وان شاء الله ومش عارف ايه، بس يا رب ربنا يكمل الفيلم على خير ويتعمل. وطبعا الفيلم زي ما شفنا انه كان فيه اجزاء كبيره لاحمد زكي كان خارج عن وعيه، يعني في مشاهد فعلا انا حاسه انه احمد زكي ما كانش ده احمد زكي لما كان على السرير، ولما كان في مشاهد باينه قوي يعني انه كان احمد خلاص في مراحله الاخيره. للأسف إنه اتخطف من بيننا يعني. لا حليم ده مأساة، ده يعني طبعا هو كان في ظروف صحية صعبة وتحمل عن نفسه بدون أي داعي وينزل صور هو مريض، يعني ده كلام يعني لا إنساني من جهة الجهات الإنتاج. وإن كان ده أسعده يعني أسعده، بس أنا برضو شايف إنه غير إنساني. المذهل ان هو كان اثناء التصوير لما يتعمل له تحليل او يتعمل عليه الكشف العادي كان صحته كويسه، لما يرجع ويقعد يومين ثلاثه في المستشفى، لان هو كان بيطلع من المستشفى على التصوير والعكس صحيح، كان حالته تبقى اوحش. حاولنا نفهم من الدكتور ياسر عبد القادر اللي هو الدكتور الشهير في الاول، قال لك هو نفسيا يعني نفسية مريض السرطان دي مهمة جدا. التمثيل بالنسبة له هو كل حياته بيعمل شيء بيحبه، في اللحظة دي بيبقى منتعش بيبقى كويس. الشعور الدائم عنده ان هو مش هيعيش كتير ده كان ملازم له اخر 5-6 سنين، لدرجة ان انا فكرت ان هو يعني هو هيعمل فيلم عن كده او عايش الدور ده. احمد يا حبيبي كان ما يحب سيرة الموت ابدا، كان دايما يتضايق لما اقول له ده هي دي الحقيقه الوحيده اللي في الحياه يا احمد، يقول لي اه ماشي بس بلاش الكلام ده على الصبح وكده. قمت اتشجعت كده وقلت له ايه احمد انت عندك مقبره؟ قال لي ايه الكلام ده، مقبره ايه وايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ قلت له لا اسمع بس، عندك مقبره؟ قال لي لا. قلت له ازاي احمد زكي بحاله ما عندوش مقبره؟ قال لي اللي حصل ان انا ما عنديش مقبرة. قلت له لا يا احمد لازم نشوف مقبرة. قام قال لي لا انا عايز اخد مقبرة جنب
المقابر في نفس المكان اللي فيه المقابر بتاعتكم. فانا ضحكت قلت له هو انت ورايا دنيا واخره؟ لا يا عم خليك بعيد وبتاع. قاعد يضحك قال لي لا لو ما جبتليش في المكان اللي انتوا واخدين فيه خلاص لما اموت بقى بتفنوني عندكم. هو قد كان فعلا. واحمد برضو ربنا قدر انه خد المقبره دي وجنبنا فعلا. الحقيقة إن أحمد زكي قبل فيلم حليم عشان سبب مهم جدا، إن يسيب لابنه هيثم وديعة من المال ساعده على الحياة من بعده. قبل فيلم حليم ما كانش أحمد زكي يملك سوى أموال قليلة. ما يهمنيش أموت دلوقتي، ما يهمنيش أموت بعد 100 سنة، أنا يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي. في بيفري هيلز حي نجوم السينما في هوليوود كنا على العشاء مع عمر الشريف، أنا وزاهي حواس والكاتبة الصحفية ماجدة الجندي. ليلتها سمعنا من عمر الشريف شهادة تمنيت إن أحمد زكي يسمعها بنفسه. قال عمر الشريف: أحمد زكي أفضل ممثل جاء في مصر، ولو كان يعرف اللغة الإنجليزية لتفوق علينا جميعاً.